السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على ريلزات، على الفيديوهات القصيرة، على ستوريات، على كيقولوا ريلزات، يعني هذاك اللي كيطلعوا فيديوهات كيطلعوا بوحدهم أو لا ستوريات. كاينين الناس، بزاف ديال الناس مهووسون بمشاهدة هاد الريلزات ولا بهاد المقاطع القصيرة. هاد المقاطع ملي كتبقى كتطلع بوحدهم، وهذا الشيء كياخذ الوقت الكثير بلا ما تحس. كاينين الناس كيدوزوا ساعات كل نهار غير في هذا الشيء، يعني كيبقى يطلع فيختلط النابل بالطالح، يعني كل شيء كيتخلط، ما تعرف الاحاسيس ديالك كيتخلطوا. طلع لك آية، طلع شويش عاود طلع لك الحديث، طلع شويش عاود تلقاه كيغني كينقص، طلع المهم داك الشيء مخلط عجين وما كتستفد حتى حاجه. هاد الشيء راه كيقتل الوقت ديالنا وكيقتل الابداع، كيمص الوقت. عرفتي كيفاش كيعملوا؟ يعني كتبقى دوز هيدا الوقت يا طير، ما كتحش بالوقت مره نهائيا، يعني غير بديك الطريقه، يعني كتطلع هتفرج فيها وما كتستفد حتى حاجه. ماشي زعما شي فيديو تثقيفي ولا شي حاجه، الا اذا كنت ركزت على واحد المحتوى. ملي كيكون انت كتبع واحد المحتوى مثلا، سواء رياضي ولا يعني عندك واحد المحتوى كيطلع غير هو، فهادي مزيان. كتعلم شي مهارة، شي حاجة كيطلعوا غير هو فيديوهات غير بهذا الشيء اللي خصك، فراه مزيان. ولكن ملي كتبقى تطلع انت داك الشيء مخربق، فهاد الشيء كيقتل فينا الابداع، كيقتل فينا الاستمرارية، ما كيخليش واحد النفس طويل. يعني النهار اللي غتجي تشوف واحد الفيديو فيه 10 دقائق ولا 20 دقيقة ولا 4 ساعة، مستحيل تصبر. انت مولف، خصك دغيا غير بالزربة، غير الزربة، يعني خصك. هادو كيساعدوا على السرعة، يعني هادو كيخليوك انك تكون مزروب في حياتك. تكون خصك تعمل بزاف د الحاجات في 10 دقائق، يعني هذوك الفيديوهات هما اللي كيخليوك انك انت في 10 دقائق كتفرج 40 فيديو 30 فيديو في 10 دقائق. يعني مستحيل تجلس تفرج واحد الفيديو 10 دقائق ولا 4 ساعة واحد الفيديو، لا، كتفرج هذا 5 ثانية، هذا 20 ثانية، هذا 40، هذا دقيقة، كتبقى دوز دوز دوز. فهاد الشيء كيخلي ان الانسان ما كيبقاش يصبر، ما كيبقاش انسان يجلس مع راسو ويفكر بلاتي عليه. ما تقدرش تلقى الانسان كياكل يعني بخاطرو، يعني بلاتي عليه، لا، كياكل هو يدو في فيسبوك، كياكل هو يدو في بيسي، كياكل هو يدو في اخر، كياكل وكيهضر في نفس الوقت، يعني كيحاول يستغل الماكسيموم هو كياكل. المهم ضروري تشوفه منشغل، مستحيل يبقى جالس يعني معوض. مستحيل تلقاه مثلا شابر واحد الكتاب لمدة ساعة ولا نص ساعة هو كيقرا، مستحيل تلقاه كيتفرج واحد الفيلم ومهدل، هو كيتفرج فيلم وكيلعب في التليفون، يعمل هذه دقة واحدة. فهاد الشيء كي صراحة كيمص الوقت ديالنا وكيخلي أن الإنسان غير صبور، كيساعد على السرعة، كيساعد على العجلة. كتلقى الإنسان خصو يجري، كتهضر معاه هو ما كيسمعكش، كيعمل شي حاجة أخرى، يعني هو دايما مشطون، باله مشطون. فهاد الإنسان أنا كنقول كنعملو واحد الوصف حل هذاك السيد اللي غيكون داخل المكتبة. دخلتي بالمكتبة وانت ما عندكش شي هدف معين، مثلا شي كتاب بغيتي تقراه ولا شي كتاب بغيتي لا، انت غير داخل المكتبة ما عندكش واحد السمية ديال الكتاب مثلا تشريه، لا، دخل افتح هذا كتشوف التصاور تقلبه عاود دخل، ما كتستافد والو، ما كدي والو. في حين انه اذا جلستي وعطيتي الوقت لراسك وجلستي قريتي واحد الكتاب مهم ولا واحد نص كتاب ولا تفرجتي شي فيلم، واحد فيلم معين ترفيهي ولا توعوي ولا مهم تستفد منه شي حاجه، فهذا يكون اكثر يعني احسن. وخا هو فيه الوقت ولكن كتستفد، ولكن تطالع هو في الريلز ستوريات ولا فيديوهات قصيره، طن طن طن، كتبقى طالع ما كتستافد حتى حاجه. وهداك الشيء كيطلع اوتوماتيك، ماشي انت كتحكم فيه. زعما هالمحتوى اللي ماشي فحال الفيديوهات الكبيره، الفيديوهات الكبيره كتمشي تعمل البحث وتفتش على الحاجه، انت كتدخل راسك. اما هذه لا، كتبقى طالع كيطلع لك اوتوماتيك، يعني ماشي انت تتحكم في داك الشيء اللي غيطلع لك، الا اذا كانت كنت كتبع واحد المحتوى. ملي كيكون واحد المحتوى مثلا، انا كنتعلم اللغه الانجليزيه، كنعمل غير قنوات ديال اللغه الانجليزيه، كنبقى نعمل غير الفيديوهات ديال اللغه الانجليزيه، كل نهار كندوز هيدا كيطلعوا لي مثلا قواعد او لا لي بروفيرب او لا، المهم شي حاجه باللونجلي، كنتعلم كنتعلم كنتعلم، كدوز واحد المده كنلقى راسي تعلمت بزاف. ماشي انت كطلع لك ايه، يطلع لك ما عارف شنو، واحد كيشطح طلع شويش للطبخه، ما كتشد حتى حاجه، دايما كتبقى جري هنا وجري ليه، يعني بحال اللي كيجي على جوج ديال الطيور ولا ثلاثه الطيور في دقه واحده، فما يمكنش تشدهم. خص الانسان يكون واحد المحتوى معين ويبقى تابعه.
وحتى هذوك الناس اللي كينشروا محتوى كيكون واحد المحتوى يعني معين. عملتي الطبخ، بقى في الطبخ، عملتي هذه باش ما تشتتش الافكار ديال المتابعين ديالك، باش ما تشتتش الافكار ديال الناس الاخرين. قلت هذا الريلز خطير، كيخلي الانسان انه دائما مزروب، دائما ما كيخليش الانسان يركز، ما كيساعدش على التركيز، كيشتت الافكار، ما كيخليكش تركز في واحد الحاجة. انت كنتي في واحد الحاجة مثلا، شفتي واحد الآية، جاك الخشوع إلى آخره، كدوز كتلقى واحد كيشطح، ولا كتلقى واحد كي مقلب في أمي ولا في زوجتي، ولا أو كتطلع كتلقى يعني ديك الشيء متنوع ومخربق وقصير وما كتستنتج شي معلومة شي حاجة. دايما الإنسان يتبع شي قنوات اللي كيكونوا هادفين، شي حاجة اللي تكون تعود عليه بالنفع. إذا هيدا كتعطي راسك الفرصة. أما هذيك ديال الريلزات الزربة كدا، فصراحة كيعلموا الكسل. مستحيل إذا كنت أنت كتفرج 5 ثواني 10 ثواني ولا 15 ثانية ولا 30 ولا دقيقة مثلا، مستحيل تجي تربع يدك هيدا وتجلس وتفرج فيديو ديال 10 دقائق، فراه مستحيل. حتى إذا تفرجتي يكون عندك شي هاتف آخر ولا بيسي، ولا كون على يقين تبقى تعمل فيه وأنت غير تسمع وصافي. صعيب، حيتاش كتكون ولفتي. ملي كتولف ديك الزربة ففي الحياة ديالك، في الشغل ديالك، داك الشيء كيأثر عليك، وهذا الشيء كيأثر على الجيل، كيأثر على التلاميذ، على الأطفال، أي واحد كيأثر عليه صغيرا وكبيرا. كتلقاه عايش بواحد الطريقة مزروبة، يعني عايش بطريقة مستعجلة، يعني دغيا خصو غير دغيا. تخيل أنت كتكون واقف عامل فيلة مثلا، عامل صف على الساندويش، بغيتي تشري الساندويش، كيجي واحد أرا دغيا، لا 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 خصو دغيا، وكأنك أنت ما عبركش. علاش؟ حيتاش هو هايدك في حياته، في آخر، في الخدمه ديالو، هيداك صافي ولف، كتكون ولفتي الزربه. وحتى الفيديوهات هيداك، كاين الفيديوهات اللي كيشوفهم بالزربه، في اخباركم فيديوهات بالزربه، واتساب كتعمل اوديو كيسرع، ما كاين اجري، كل شيء انسان، كل شيء خصو يوصل دغيا، كل شيء. وهذا الشيء اللي صراحه كيقتل الصبر، ما كيبقاش انسان صبور، ساهل دغيا، غير شويه تعصبوك دا، يلا المحاكم، جري، هذا كيدعي في هذا. يعني هذا الشيء كيأثر على الحياه الاجتماعيه، كل شيء. باش ما نطولش عليكم، كنتمنى التوفيق للجميع، والله يحفظنا واياكم. هذا الشيء صعيب، انسان يميز، انسان يعرف، انسان راه الحمد لله عطى لنا الله، رزقنا الله العقل، نخدموه شويه ونشوفوا الصالح والطالح، نفهموا الحياه ونعرفوا شنو غادي نعملوا. هما مزيان، نشوف ستوريات لا اقول خايبين، ولا ريلزات لا اقول خايبين، غير هي الطريقه. انت كتبع واحد المحتوى، بقى في واحد المحتوى مزيان. انت اذا كنت كتفرج مثلا شي حاجه، كتعلم اللونجلي، ولا كتعلم شي مهاره، ولا المونتاج، ولا اللي كان، ولا الطبخ، ولا مزيان تفرج داك الشيء. الطبخ كيعطيك معلومات، كيعطيك يعني كيكون عندك واحد المحتوى معين. اما دخول كل محتوى بوحدو، داك الشيء مخربق، داك الشيء مخلط، فما كتستافد والو، غير كتضيع الوقت وصافي. وداك الشيء ما كتحشي، حيتاش دغيا ما تقنطش، كتمل هيدا وخا ما عجبكش كيطلع فيديو اخر، عاود شي حاجه اخرى. يعني دائما كيكون محتوى متنوع وما يجيكش الملل، وتقدر دوز 4 ساعات 6 ساعات وما تستافد والو. يعني ديك الشيء غير ترفيه عن النفس وصافي، ما كتلقاش ديك شي محتوى هو هذاك. اذا حتى لا اطيل عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.